عمر الشناعي فنان تشكيلي عصامي من مدينة الخميسات. أنا كنت واجد الآن في مدينة باريس من بعد حصولي على ميدالية فضية من طرف الهيئة العليا للفنون والعلوم والأدب بباريس. صراحة جد سعيد أن هذه الميدالية هذه كنهديها لبلادي أولا، وكنهديها لصحابي وعائلتي وجميع من كان ساعدني في المسيرة الفنية ديالي. من خلال الأعمال ديالي أنا كنشتغل على تقنية، على ثلاث تقنيات. مؤخرا أنني درت واحد التقنية ديالي اللي هي قدمت الترشيح ديالي بها الهيئة العليا للفنون، ما حصلت على هذه الميدالية اللي هي بصراحة تشريف كبير، وفي نفس الوقت أنها تكليف، لأن تطلب مني الآن أنني نشتغل بجدية وأنني نمشي في واحد المسار جديد باش نقدر نوصل للمستوى أنني نبدأ نمثل بلادي، وعلاش لا نكون سفير الفن المغربي عبر العالم. الحمد لله مشاركة ديالي كانت يعني السيفي ديالي لا بأس به، حاصل على الجائزة الأولى في موضوع المسيرة الخضراء اللي منظم من طرف الهيئة العليا لمتطوعي المسيرة الخضراء موجود في الرباط، وشاركت كذلك في مهرجان الدولي للجداريات اللي دار في مدينة تطوان بمارتيل، وحاصل على الجائزة الأولى في أحسن لوحة للمآثر التاريخية بالرباط، والجائزة الثانية في نفس الموضوع، ومشارك في عدة مهرجانات، مهرجان ألوان دكالة أربع مرات، مهرجان دولي واللي كتشارك فيه ما يزيد على 17 دولة سنويا، شاركت فيه كفنان مغربي. مهرجان ألوان زمور، مهرجان شاركت في معرض ببرشلونة في إطار دعم الوحدة الترابية، وهناك جد كثير من المعارض اللي شاركت فيها ومهرجانات دولية وطنية ومحلية.